رحلة أخذناها بجميع تقريبا المحافظات السورية لنستذكر ذكرى الجلاء، والختام مسك ختام بلامس الروح، بحرك الوجدان دائما للريشة، والفن دور أساسي بكل المناسبات السورية. بدنا نرحب بالفنان علاء صالح. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. يسعد صباحكم مساكم، كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. كل عام وانت بألف خير كمان بمناسبة ذكرى الجلاء اليوم اللي نحن مخصصين هالحلقة الخاصة للاحتفال والتذكير بالملاحم السورية الكبيرة. خلينا نبتدي بشيء بمناسبة ذكرى الجلاء ونبلش معك حديث، شو رأيك؟ يا على عيني وراسي. تفضل. على عيني وراسي. هلا باعتبار احنا عن الجلاء، راح في عندي انا في عندي اغنية عن الجولان. اوكي؟ بيتي مفتاحه، مفتاحه بيدي، وردته عن بيي، عن بيي وجدي. بيتي مفتاحه، مفتاحه بيدي، وردته عن بيي، عن بيي وجدي. وراجع لك يا بيت الخير مع أول نسمي، مع أول نسمي، مع أول نسمي، مع أول نسمي، مع أول نسمي بتعدي. وصتني أمي يبقى اسمك عاتمي، وصي وصتني أمي يبقى اسمك عاتمي، جولان ترابك دمي، ورسمتك على مخدي، جولان ترابك دمي، ورسمتك على مخدي. وراجع لك يا بيت الخير مع أول نسمي، مع أول نسمي، مع أول نسمي، مع أول نسمي، مع أول نسمي بتعدي. بيتي مفتاحه، مفتاحه بيدي، وردته عن بيي، عن بيي وجدي. بيتي مفتاحه، مفتاحه بيدي، وردته عن بيي، عن بيي وجدي. وراجع لك يا بيت الخير مع أول نسمي، مع أول نسمي، مع أول نسمي، مع أول نسمي، مع أول نسمي بتعدي. تسلم هالتم وهالصوت. اليوم لما نحكي قديش الفن قادر يعبر عن مشاعرنا، قديش الفن فعلا مع كل حقبة تاريخية بنشوفها أو مناسبة وطنية دائما في أغاني بتعلم بالذاكرة وبتحرك المشاعر وبتنزرع بقلوبنا. اليوم قديش فعلا الفن بيحرك هاي المشاعر وبيعبر عنا؟ الفن هو صورة عن الحياة، صورة عن الواقع. الفن متلازم مع جميع يعني أشكال الحياة ومواقفها. يعني الفن فيه الحزن، فيه الفرح، فيه الوطني، فيه الوجداني، فيه الإنساني، فيه يعني الفن صورة حقيقية عن الحياة. يعني فن كل مرحلة من الحياة بيصور فيها المرحلة وشو صار فيها من مواقف، وشو صار فيها من أحداث، وشو صار فيها يعني من حوادث. الأغنية الوطنية، الأغنية الوطنية هي كمان صورة عن الحياة. لكل مرحلة بتعبر عنا أغاني وطنية. لما بيكون الشعب بمر بأزمات بتكون الأغاني الوطنية بتكون صاخبة، مثلا احتجاج على ظلم، احتجاج على احتلال، احتجاج على يعني أي صورة بالحياة الفن بيصورها. والأغنية الوطنية هي مرافقة الإنسان، إضافة للأغنية العاطفية، مرافقة الإنسان من طفولته. الإنسان بيحب، يعني كل إنسان عنده حس وطني. الإنسان بدون حس وطني فهو يعني عنده نقص،
فالاغنيه الوطنيه هي بتساعد الانسان على انه يطلع من واقعه، يعني يعبر عن الواقع اللي هو فيه، يعتز فيه او يرفضه او او او، وهي ملازمه للانسان وضروريه للانسان، ويعني نعم. بتضل نحن عندنا يعني الاغنيه الوطنيه ببلدنا، كونه نحن سوريا مهدده منذ القدم من حيث الاستعمار الى يعني الى الجلاء الى العدو الغاصب اللي احتل ارضنا. نحن غنينا اغنيه عن الجولان هلا، فبتضل الاغنيه نحن عندنا اخذه الصداره، لانه نحن شعب يعني في عنا معاناة، في عنا يعني حاجة للأغنية الوطنية. صاحب حق شعب، صاحب حق يعني أيضا. خلينا نحكي كمان ضمن مراحل التاريخ، حتى بالفترة اللي كان فيها اجتمعوا الأبطال من جميع المحافظات السورية لإقامة الثورة السورية الكبرى لطرد الاستعمار الفرنسي، كان أيضا من خلال أعمال درامية نشوف أنه في أغاني معينة مخصصة بكل منطقة، مثلا الزجل لجبال الساحل وأيضا للسويداء، بعض الأغاني الدمشقية المحفزة أيضا لهذه الأبطال التي تتغنى ببطولاتهم. خبرنا اليوم عن دور الأغنية والزجل بكافة أنواعها بتوثيق أيضا مراحل معاناة وصمود وتضحية الشعب. الأغنية الوطنية كما الغناء مرافق للإنسان من المهد إلى اللحن. في أغاني قديمة من هذيك الحقبة حافظها حضرتك؟ طبعا. هلأ يعني حكيت أنت عن الجلاء وعن المقاومين السوريين الأبطال اللي علموا الناس البطولة، علموا الناس المحبة، علموا الناس أنه أخرجوا مستعمر بإمكانيات بسيطة، لولا المحبة اللي كان عندهم ولولا الوطنية اللي كانت عندهم والتضحية والإيثار أمام شعبهم، ما كانوا استطاعوا طلعوا المستعمر الفرنسي من أرضنا. هلأ في أغاني كثير، يعني مثلا ممكن تذكر أغاني، هلأ ممكن نقول نحن أغنية مو كثير قديمة، كثير فينا نقول قديمة، فينا نقول أغنية نحن من لما يعني هيك نشأنا عليها، مثلا أغنية صف العسكر ل... نعم. لا 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 أحدودك أنا رايح جاي أحرس حبات ترابك، تتبقى يا وطني حكاية والعز معلي بوابك. أحدودك أنا رايح جاي أحرس حبات ترابك، تتبقى يا وطني حكاية والعز معلي بوابك. يا وطني يا غالي يا عز وغار، مزروع جبالك برجال ونار. لبيك 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 يا أرض جدودي. لا 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 لا. صورتك بعيوني صورة، شفت سهولك وجبالك، منصورة يا بلدي منصورة ولا قوة غدر الطالك. صورتك بعيوني صورة، شفت سهولك وجبالك، منصورة يا بلدي منصورة ولا قوة غدر الطالك. يا نادية حرة مهما صار، رح تبقى الدار الأهل الدار. لبيكي 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 يا أرض جدودي.
يا سوريا مهما صار رح تبقى الدار الأهل الدار. لبيكي 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 يا أرض جدودي. يسلم هالصوت يسلم هالتم. ختام حلقتنا الخاصة بعيد الجلاء كان مسك معكم. هاي الغنية يمكن كلياتنا حسينا فيها من جوا قديش فيها عنفوان. هاي الأغاني الوطنية اللي بتحس حالك فعلا هيك عايش بالحقبة التاريخية نفسها وعم تحارب مع الأبطال. فبدنا نشكرك لأنك أضفت لصباحنا لمسة فنية خاصة. شكرا كثير لك. تسلمي تسلمي. يعني هي الأغنية من الأغاني الوطنية اللي احنا بنعتز فيها ولازم يعني احنا نواكب نعمل كمان أغاني وطنية جميلة ونضل يضل الحس الوطني عندنا وعند شعبنا هيك مرتفع طبعا. اكيد شكرا لوجودكم معنا. بدنا نقول لكم كل عام وانتم بالف خير وان شاء الله دائما الفن بكافه اشكاله ان كان اغاني او حتى شعر او كتابه او نثر دائما بيكون رديف للتاريخ الحقيقي للشعب السوري. شكرا لوجودكم معنا. ويمكن مسك الختام كان مع الاستاذ لما قال لبيك يا سوريا يا ارض جدودنا. ما هيك؟ اكيد. وقديش فعلا هي الغنيه الى ذكرى كثير خاصه. صحيح. بقلوبنا وبذاكرتنا وبتاريخنا المجيد.